السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي حل مناقشة التربية الإسلامية للصف الخامس الإعدادي صفحة 30. أولا، لماذا شرع الإسلام الجهاد؟ صفحة 28، هذا شرع الإسلام الجهاد أعلى لكلمة الله وتمكينا للحق وتثبيتا لدينه، قال تعالى. هذه الآية القرآنية، هذا جواب النقطة الأولى. زين. اثنين، ما المنزلة التي أعطاها الله تعالى للشهيد؟ المنزلة هيتها موجودة صفحة 29. هذه المنزلة التي أعطاها الله، هاي الآية القرآنية. هسه النقطة الثالثة، شنو؟ يجاهد المسلم في سبيل الله بأمواله ونفسه، وما أثر ذلك في الحفاظ على وجود المجتمع الإسلامي. زين، هسه راح أقول لكم إياها، راح أحكي على كيفي. أقول للجهاد أثر كبير في الحفاظ على المجتمع الإسلامي من أي عدوان أو أي سوء يتعرض للمجتمع الإسلامي، وكذلك يحافظ على وحدة المسلمين وتمسكهم، ومن مجتمع قوي يتحدى التحديات. هاي يعني حل مناقشة صفحة 30.